مرحبا بكم. تعجب الفتيات بأسياد لاعب كمال الأجسام، ولكن لماذا؟ سنعرف الإجابة بذلك الفيديو، وكذلك سنشاهد في نهاية الفيديو ردة فعل الفتيات عند رؤيتهن للاعب كمال الأجسام. ولكن قبل أن نبدأ، ادعمونا بإعجاب لاستمرار تلك النوعية من الفيديوهات. السبب الرئيسي الذي يجعل المرأة تحب هؤلاء الرجال هو أنهم جذابون للانتباه، وأيضا لديهم نشاط جنسي. فإن الفتيات تحب مظهر لاعب كمال الأجسام الجذاب، حيث يثيرهن ذلك كثيرا. كما يحاول الرجال يكونوا أكثر جاذبية من خلال تقوية عضلاتهم، وذلك لإقناع النساء. ولهذا فإن عدد الرجال الذين يحاولون أن يصبحوا لاعب كمال أجسام كبير جدا. وكما أنه نتيجة للعمل على المدى الطويل، هناك بعض الرجال تسير معهم الأمور على ما يرام، البعض الآخر تحدث لهم حالة إفراط في العضلات. وسبب ترجيح النساء للاعب كمال الأجسام هو أنهم يتمتعون بجسد رائع ولياقة بدنية عالية. فهؤلاء الرجال خيار فعال للنساء اللاتي يتصرفن بغريزة الوقاية، ولأنهن يشعرن بالطمأنينة معهم. ذلك الوضع مع الرجال أيضا، فهم يفضلون الفتاة التي تذهب إلى الصالة الرياضية. وهناك سبب آخر لتفضيل النساء لهذا النوع، وهو ظهور ممثلين بالأفلام يتمتعون بلياقة بدنية عالية. وواحد منهم هو الممثل المشهور الذي أدى فيلم ثور، كريس هيمسورث. يعتقد الجميع أنه يتناول الحبوب من أجل الحصول على هذا الجسد الرائع، ولكن الحقيقة أنه بذل جهدا كبيرا في سبيل ذلك. دفع ثمن قيامه بذلك الدور عاليا جدا، فقد كان يمارس الرياضة 6 أيام بالأسبوع، وكان الأطباء يتابعونه من أجل الحفاظ على صحته. أحد الرجال الذين تنبهر الفتيات بلياقته هو جايسون موموا. نال شهرة واسعة بعد ظهوره في فيلم كونان البربرية. بالطبيعة أن تصبح بطلا ليس بالأمر السهل، فقد كان جيسون يتناول البروتينات والخضروات ويمارس الرياضة بشكل مستمر. وما يميزه عن غيره هو نوعية التدريبات التي يؤديها، فقد كان يتبع تدريبات قوية ومهنية يدربه عليها عساكر وخبراء. ويرى الخبراء أن لاعب كمال الأجسام يذبون الانتباه للأسباب التالية. أول وأهم عامل ذات تأثير هو الجمال، حيث أن لاعب كمال الأجسام يذبون الانتباه بهيئتهم ووسامتهم بشكل أكبر من الرجال العاديين. المنافسة بين النساء في كل شيء، ولذا يعد امتلاك الفتاة لحبيب وسيم وذو لياقة بدنية عالية هو عامل مثير لغيرة باقي النساء. لاعبي كمال الأجسام أشخاص مرحون وذات عاطفة شديدة، يملكون جسدا صحيا نتيجة ممارستهم الرياضة بشكل دائم. لا تنظر الفتيات لحالتهم المادية، كما أنهم يتمتعون بالجاذبية مهما بلغ عمرهم. حسنا، هل تعتقدون أن لاعبي كمال الأجسام هم الأكثر جاذبية؟ يمكنكم الإجابة بقسم التعليقات. والآن سنرى بعض ردود أفعال النساء عند رؤيتهن للاعب كمال الأجسام. هذا الرجل لاعب كمال أجسام، عندما كان يقوم بعرض في أحد البرامج التلفازية أدهش جميع الحاضرين، من ضمنهم مقدم البرنامج. وأكثر شيء لفت الانتباه هو رغبة فتاة من بين المشاهدين بأن تلمسه. أما في هذا المقطع، فلاعب كمال الأجسام هذا يسير بالطريق بشكل عادي، ولكنه استطاع لفت انتباه جميع من رآه. شاهده الجميع بترقب، كما أن البعض قد التقط له صورا. الرجال الذين يملكون جسدا قويا ولائقا بدنيا يجعلون جميع الناس تلتقط لهم صورا، وحتى إن لم تكن ذات شهرة. هذا الرجل بالفيديو واحد منهم، فبينما كان يمارس الرياضة بالشارع التف حوله عشرات من الناس لالتقاط الصور معه. حصولك على جسد مفتول العضلات يعد طريقة لأخذ رقم هاتف الفتيات. أما في ذلك المقطع، نجح الفتيات بأخذ رقم الهاتف المحمول الخاص بلاعب كمال الأجسام ودون رغبتهم، فما رأيكم؟ وفي ذلك الفيديو يوجد شاب مفتول العضلات يحاول إبهار الفتاة من خلال موقع أوميجا، وبعرض بسيط ينجح الشاب في إبهار الفتيات به. وفي ذلك الفيديو رفع الشاب لافتة مكتوب عليها أحضان مجانية، لكن لا أحد ينتبه له. ولكن بعد أن خلع ما يرتديه تغير مسار الأحداث فجأة،
حيث تسابق الجميع من أجل احتضانه، حتى أنهم قد وقفوا في طابور لالتقاط الصور معه. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.